10 طرق لتجعل طائرك يحبك. الطيور من الحيوانات الأليفة الرائعة، قد يكون الطريق إلى قلوبهم صعبا بعض الشيء لأنهم عنيدون جدا، ولكن بمجرد أن تكسب ثقتهم ستشعر بالرضا الشديد لتعلم أن باجي صغير في الحجم والريش ويحبك ويسمح لك باحتضانه. ستساعدك هذه النصائح العشر على جعل طائرك يحبك. لكن فضلا وليس أمرا، شاهد الفيديو بالكامل، وإن استفدت لا تنسى دعمي بلايك وأن تشترك بالقناة. تقضي الوقت معها. إذا كنت تريد أن يحبك طائرك وأن يعتاد عليك، فعليك الاحتفاظ بقفصه في الغرفة التي تقضي معظم الوقت فيها، وكذلك للسماح للطائر ببعض الوقت خارج قفصه حتى يتمكن من التسكع معك. شارك معها. أفضل طريقة لجعل طائرك ينظر إليك كما لو كنت جزءا منه هو مشاركة الطعام معه. إذا كنت تأكل تفاحة أو أي طعام آخر آمن للطيور، فحاول إصدار أصوات مضغ وضع الطائر يشاركك الوجبة. التحدث معه كطفل صغير. هناك طريقة أخرى لكسب عاطفة طائرك، وهي التحدث إليه كما لو كان معك طفل رضيع. عندما تخاطب طائرك، حاول إصدار أصوات عالية النبرة تجذب انتباهه. وإذا كنت تكرر نفس الكلمات كل يوم، فقد تعلمها كيف تتحدث. شراء ما يحبه. إذا جعلت طائرك يدرك أنك مصدر الأشياء اللذيذة، فسوف يقع في حبك على الفور. هذا مضمون، لذا في كل فرصة تحاول أن تقدم له طعامه المفضل أو حتى مزيج البذور العادية، فقد تأكد من أنه يأخذها من يديك. اعتني بها. تحب الطيور تنظيف بعضها البعض كجزء من عاداتها، لذا إذا سمح لك طائرك بلمسه فهذا يجعله سعيدا وأنت بطبيعة الحال، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ولا يريد فلا تجبره على ذلك. اشتريها وهي صغيرة. إذا قمت باقتناء طائر صغير جيد، فسيكون من الأسهل بكثير أن تجعله يحبك. لذا إذا لم يكن لديك طائر بعد أو كنت تخطط للحصول على طائر آخر، خذها وهي صغيرة. ابقها سعيدة. إذا كنت تريد أن تحبك كثيرا، فعليك بذل قصارى جهدك لمنعها من الملل أو الاكتئاب. سيجد الطائر الذي يشعر بالملل صعوبة في الارتباط بك، لذلك من المهم أن يكون لديك ما يكفي من الألعاب وأنواع مختلفة من الأطعمة التي تجعله مشغولا ومحفزا للارتباط بك. كن لطيفا معها. الطيور ذكية للغاية، لكن لم تفهم كيف إذا كنت لا تصبر عليها. إذا كنت تجبر طائرك على القيام بأشياء لا يريدها، فسوف يكرهك حقا. لذا كن صبورا ولطيفا معه أثناء ترويضه والتعامل معه. ترويضه في كثير من الأحيان. إن ترويض طائرك جزء ضروري لجعله يحبك. ستقضي كلاكما الكثير من الوقت معا أثناء الترويض، وسيحصل طائرك أيضا على الكثير من المكافآت التي يعشقها. إنها طريقة رائعة للترابط، واجعل الباجي يثق بك. دعها ترتاح. من المهم أيضا منح طائرك استراحة مع الترويض واللعب وحتى مجرد التسكع معك. لا نريد المبالغة في جزء الترابط، لأن الطيور معروفة بأنها حرة وستريد قضاء بعض الوقت لأنفسهم أيضا.